طيب استاذنك استاذ ماهر، اعود لكاتبنا الكبير الاستاذ محسن سلامه مره اخرى. استاذ محسن، حضرتك يعني في كلامك السابق كنت بتذكر بانه كان لابد من هذا التفويض حتى لا تكون هذه التحركات وكانها تحركات فرديه لشخص او لمؤسسه، وانما هو طلب شعبي او هناك تضامن شعبي واحد ما بين الشعب ومؤسساته من اجل مواجهه الاخوان والعنف والقتل من قبل هذه الجماعه وعناصرها. ماذا لو لم يكن هذا التفويض ومن ثم ما تلاه من إجراءات؟ برأي حضرتك ما هو السيناريو الذي كان مرشح لمصر وقتها؟ لا شوف حضرتك، خليني أقول لحضرتك لأن دي نقطة عبقرية الحقيقة جدا عملها الرئيس عبد الفتاح. النقطة العبقرية اللي هي فكرة التفويض، فكرة عبقرية وشديدة العبقرية. عبقرية ليه بقى حضرتك؟ لأن هنا ده البعد الشعبي والبعد اللي هو الجماهيري في الموضوع. لان القصه برضو انت كنت محاط بتامرات عديده في الداخل والخارج. هناك من يصف ما حدث في مصر بالانقلاب، هناك من يصف ما حدث في مصر بانه تحرك فردي من القوات او تحرك من القوات المسلحه، هناك من يشكك، هناك هناك هناك. كان العمل اللي على الارض هو الفيصل، وبالتالي كان الرئيس كان من الذكاء يعني الحقيقه ما يسجل له ويرفع له القبعه في طلب هذا التفويض، لانه خروج الجماهير المحتشده بهذا الشكل اللي ابهر العالم وللمره الثالثه او الرابعه من 30/6 من 30/6 لحد 26/7 حضرتك خرجت الجماهير على عده مرات. مظبوط. كان الخروج الكبير ثم بعده عده خروجات ومناسبات متعدده حتى كان هذا التفويض، والتفويض ده بالذات لانه هنا هيبقى في نوع من يعني الحرب على الارهاب. انت هنا ما بتواجهش جماعه او حزب سياسي او بتواجه ناس بتختلف معاك في الراي، انت بتواجه اله عنف دمويه، في اله قتل، في حرب، في تمويل. يمكن الاستاذ ماهر اشار الى حته عابرا كده فكره التمويل، وخلينا نرجع كده شريط ذكريات بعض الاحداث المؤسفه ان شاء الله ما ترجعش تاني ابدا. يعني تعال نشوف عمليه من عمليات دي بتتكلف قد ايه. انت عشان النهارده تجيب عربيات دفع رباعي وتفخخ العربيات وتحمل وتجيب اللي هي المواد المتفجره والحريق والاجهزه اللي بتتحكم عن بعد وهذه الكميات الخطيره من الاسلحه والمعدات، تخيل عمليه واحده يا دكتور عمرو بتتكلف كام؟ طبعا ملايين يا فندم، بتتكلم ملايين الدولارات حتى في تكاليفها اللوجستيه، حتى يعني فكره النقل وتهريب الناس دي والمعدات. يعني الموضوع شديد التعقيد. طبعا نحن انت هنا في هذا الموقف ولم تكن مصر في هذا الموقف بتتكلم على فكره جماعه قد تختلف معاها سياسيه او موضوع او حزب، لا انت بتواجه عمل ارهابي منظم. مظبوط. عمل له قواعد ارهابيه في الداخل وله مصادر تمويله في الخارج. طبعا. وبالتالي لازم انت في الحاله دي ما ينفعش الناس دول بقى احنا رايحين نتكلم ونتحاور. مظبوط. مع مين؟ انت رايح يعني تواجه حرب شرسه ربما تكون اخطر، وزي ما انا مش انا اللي بقول هذا الكلام لكن الخبراء العسكريين دايما بيقولوا هذا الكلام. يقول لك الحرب على الارهاب والحروب غير النظاميه دي اخطر من الحروب النظاميه. حقيقي. بمعنى ايه حضرتك؟ يعني حضرتك لو بتواجه عدو خارجي انت عارف اليات هذا العدو الخارجي وانت عارف ازاي بتواجهه وانت عارف في الاخر في حدود اللعبه ماشيه ازاي. لكن الحروب غير النظاميه والحروب على الارهاب اخطر كثيرا من الحروب النظاميه. وبالتالي كان هذا الامر بيستلزم حشد كل موارد الدوله وامكانياتها لاستئصال شأفة هذا العمر. وعلى فكرة الأمر ما يعني ما تمش بين ليلة وضحاها. أنا بأتصور أن مصر دخلت في حرب شرسة ضد الإرهاب أعتقد من 2013 أو قبل 2013 يعني، لكن بدأت بشكل رسمي أن الدولة بقى هنا الدولة. كان قبل 2013 كان حالات كر وفر وحالات غير منتظمة في العمليات، لكن النهاردة أن الدولة دخلت طرف بقى في مواجهة الإرهاب بدأت من 2013 واعتقد انها حققت الانتصار بتاعها في 2018 باعلان العمليه الشامله. صحيح. اللي جففت مصادر التمويل
وقدرت تقتلع جذور الارهاب. وزي ما كنا بنشوف كانت مصر من اعلى دول العالم، من ضمن الدول العشرة اللي بتسجل فيها اعلى عمليات ارهابيه. الحمد لله مصر الان خرجت من هذه المنظومه تماما، وباتت من اقل الدول العالم واصبحت من اكثر دول العالم امنا واماما. بفعل لفتره طويله لم تكن بالسهوله استمرت ربما يكون الى اكثر من 5 سنوات.